الإجابة الأولى بالنسبة للحديث الذي يدل على أن الله عز وجل يتكلم بالقرآن بصوت، أين هذا الحديث موجود؟ في أي كتاب؟ موجود في صحيح البخاري معلقا. هل هناك من وصله أو تابع في؟ هناك مذكور طبعا. وين؟ مذكور في الفتح. جزاك الله خير. أظن في كتاب التوحيد في آخر البخاري. جزاك الله من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. نعم. ألو. السلام عليكم. السلامة الله. طيب. الحمد لله طيبك الله. مثل يوسف أكلمك من الخبر بالسعودية. أهلا مرحبا. كيف حالك؟ كيف حالك؟ تعال كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين بخير. وصلت الكتاب؟ وهو تعليقات مليحة؟ وصلني جزاك الله خيرا. لكن ان شاء الله تعالى كيف وجدت الكتاب يا شيخنا؟ فيه وفيه لا اكثر. والله هذا صعب لاني ما احصلت، لاني مررت عليه وجدت فيه اشياء تدل ان الرجل يعني حديث عاد بهذا العلم. يبدو كذا لأنه ما سمعنا به. وكذلك أكثر الذين يكتبون في العصر الحاضر في هذا المجال. قرأت الرسالة؟ أي رسالة؟ رسالة مع الكتاب. قرأته ولابد، لكن ذكرني. ذكرت قضية أنه الشباب عندنا يغترون بمجرد ظهور أي كتاب. أي نعم قرأتها وكتبت أشرت إليها في مقدمة مختصر مسلم، حيث نحن في صدد إعادة طبعته، أشرت إلى هذا الذي جاء في كتابك في هذه المقدمة، ونصحت الشباب كلهم سواء الذين يكتبون أو الذين يقرؤون أن لا يتورطوا وأن لا يستعجلوا. فجزاك الله خير. الله.